رجعنا لكم في الفقرة الثانية من برنامجنا النهاردة، وهي فقرة زي العسل. هي زي العسل عشان احنا بنتكلم على العسل. الموضوع النهاردة زي ما اتفقنا، يعني كلام كتير قوي، ناس اتكلمت مع العسل وبعض الاعتراضات تناولت العسل. احنا عايزين النهاردة نوضح الصورة لحضراتكم، وفي الاخر نطلع بمعلومة انا نفسي نغير عاداتنا. يعني ايه؟ يعني هل ممكن، ودي من ضمن الأسئلة اللي هنسألها لضيفنا النهاردة، هل ممكن العسل ده يبقى هو فعلا العمود الفقري عندنا في البيت؟ يعني احنا ممكن كل نستبدل الحاجات اللي محتاج فيها السكريات نستبدل فيها العسل؟ طب هل ده صح؟ هل ده غلط؟ طب اخر الجديد والابحاث اللي تمت على العسل؟ خلينا نرحب بضيفكم النهارده، المستشار الطبي والاقتصادي برنامج دكتور هاني فرج. صباح الفل عليك. اهلا وسهلا طول عليك. صباح النور وصباح النور على الساده المشاهدين، اهلا وسهلا بيك. بص، خليني اقول حاجه، انت تحمست جدا ان احنا نتكلم على العسل، وقبل ما نتكلم على العسل هفكرك بالحلقه اللي احنا عملناها على الزيتون قبل كده. تمام. كنا افتكر احنا عملنا حلقتين، الحلقه كان رد فعلها واسع جدا، وعايز اقول لك ان احنا حتى لما نزلناها على الصفحه بتاعتنا كميه المشاركات وكميه اللايك وكميه الكومنتات كانت كتير قوي. الحمد لله. وده من ضمن الاهداف الاساسيه عندنا في البرنامج، ان احنا زياده التوعيه والثقافه. ودايما بفكر الساده المشاهدين بمثلث الصحه، اهم ضلع فيه الغذاء، واتفقنا الرياضه، وبعد كده يجي العلاج. حتى احنا لاحظوا الفتره اللي فاتت دي احنا العلاج عندنا بياخد يعني وقت بسيط في البرنامج. بنهتم بالغذاء قوي الفتره دي، لان احنا اكتشفنا ان الغذاء سلاح ذو حدين. لو انت بتاخد غذاء صح هتمشي صح، لو بتاخد غذاء غلط يبقى كل اللي بنعمله ملوش اي فايده خالص. فالنهارده كان الدكتور هاني مصمم ان احنا نتكلم على العسل، سلسله حلقات ان احنا بنتكلم على الحاجات اللي المفروض ان كل بيت مصري يبقى فيه الحاجات دي. قصه العسل. طيب احنا توقفنا دكتور علاء في الحلقه بتاعت الزيتون زي ما حضرتك اتكلمت مع كتاب الله سبحانه وتعالى والاشارات القويه فيه لتوجيهنا في موضوع الغذاء والعلاج. انا دايما كان بيستوقفني صوره النحل، ان ربنا سبحانه وتعالى افرض صوره باسم النحل. تمام. ومن ضمن الحاجات برضو كانت ملفته للنظر ان الكلام على كلمه النحل وليست النحله بصفه جمع وليس مفرد. تمام. فهنلاقي ان الايه 68 و69 من سوره النحل بتتكلم في اعجاز لغوي واعجاز علمي واعجاز غذائي واعجاز طبي. تمام. طيب نشوف الايات بتقول ايه، لان هي دي هتبقى مدخلنا للكلام على العسل. واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا. في بدايه الايات بنتكلم عن نوع من الوحي او الالهام للنحل. تمام. فالنحل ما فيش حد بيعلمه ازاي يعمل عسل، ولا في منهج بيحفظه، ولا الكلام ده كله، هي حاجه غريزيه ربنا سبحانه وتعالى الهمها لهذه الحشره ان هي تنتج العسل. واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. تمام. يبقى عندنا كده ثلاث حاجات، جبال وشجر وعروش. وعروش، العروش المقصود بيها اللي هي الخلايا بتاعه النحل، الانسان بيصنعها وبيربي فيها النحل. يعني وجد ان كفاءه العسل حسب الترتيب، حسب نفس ترتيب الايه. يعني العسل الجبلي هو افضل انواع العسل، يلي العسل اللي النحل بيكونه في الاعشاش بتاعته او في الخلايا بتاعته في الشجر. يلي من حيث الجوده العسل اللي بيكون داخل الخلايا المصنعه يدويا. تمام. يعني نقول تاني التقسيمه دي حسب الاهميه، جبلي ثم الشجر ثم الخلايا المصنعه اللي هي الصناعي. الصناعي. يبقى ايه؟ واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. تمام. ثم كلي من كل ثمر. توجيه للنحل ان هو ياكل من كل ثمر. طب النحل ده حشر، موضوع الاكل نفسه، موضوع الاكل وجد ان النحل الفم بتاعه هو عباره عن فم قارض ماص، يعني بيقوم بعمليه المضغه. فهو بياكل الثمره، هلا ما بياكلش الثمره كلها، هو بياكل حبوب اللقاح. تمام. معلش، قارض ماص عايزين نفسرها للساده المشاهدين بالراحه. بالظبط. الحشرات بيبقى معظم التركيب بتاع الفك بتاعها هو قارض وليس ماص. قارض يعني بتقرض. بتقرض الحاجه ثم تبتلعها. تمام. تمام. لا ده بيقرض وبيمتص الرحيق من الزهور. أي. طيب بيمتص هو حبوب اللقاح او البولينج رينز. طب دي بتروح فين بعد كده؟ دي بتسهم في عمليه تخصيب الزهور، ودي من ضمن الالهام من ربنا سبحانه وتعالى للنحل ان هو يقوم بهذه العمليه. تمام. طيب كلت من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. برضو الموضوع في البدايه ما كانش مفهوم قوي، يعني ايه فاسلكي سبل ربك ذللا؟ دي ان النحل هيمشي ازاي سبل، يعني طرق. فوجد حضرتك ان النحل عنده بوصله شبيهه بتاعت الحمام الزاجل، بحيث ان هو لو غادر الخليه بتاعته على بعد مئات الكيلومترات يرجع لها مره ثانيه.
فدي دي تزليم من ربنا سبحانه وتعالى ان هي تمشي في هذه السبل. تمام. طيب النحل عشان يعمل كيلو عسل محتاج يتحرك قد ايه؟ محتاج يتحرك ما يقرب من 400 كيلو متر. 400 كيلو عشان يعمل كيلو عسل. طيب يمتص كام زهره او يمتص رحيق كام زهره؟ تتحدث من 800,000 لمليون زهره. عشان يعمل 800,000 لمليون زهره عشان يعمل كيلو عسل. 400 كيلو عشان يعمل كيلو عسل. عشان يعمل كيلو عسل. طيب الـ المسافه دي كلها اللي بيقطعها عشان يعدي على عدد الزهور ده بيمشي بجماعات زي ما احنا قلنا. تمام. ان النحل طبقا للايه هي مجموعات في عمل منظم عمل تكافلي ما بينهم. تمام. طيب بعد ما بيعدي على الزهره بيسيب بصمه او علامه على الزهره ان تم امتصاص رحيقها. فاللي بعدين النحله اللي تيجي بعدها ما تعديش عليها. ما تعديش عليها خلاص الكود موجود او الشفره موجوده فبالتالي بينتظم الوقت وبالتالي ده بيسمى بالتايم مانجمنت يعني هم بيتحكموا في الوقت بتاعهم. تايم مانجمنت والتيم وورك. بالظبط التيم وورك. ما دي يعني من ضمن الحاجات يعني هو مش بيدبس النحله بعديها لا هو بيوجهها. تمام خلاص كلف كل الثمرات يعني. العمل الجماعي تمام يخرج من بطونها. طيب يخرج من بطونها خلينا نرجع بس يعني لورا خطوه كده في الايات هنلاقي ان التوجيه كله انثوي يعني ايه كلي سلوكي اتخذي انثوي. وجد حضرتك ان مجتمع النحل اللي بيقوم بهذه العمليه فيه هي الاناث وليس الذكور. والاناث في مملكه النحل اللي هم الشغالات او الملكه دي هي اللي بتنظم عملية تكوين الخلية وعملية تكوين العسل. طيب الذكور دورها ايه؟ هو بس تلقيح الايه؟ تلقيح الملكة. وفي بعض الأحيان حينما يكون مستوى العسل داخل الخلية قليل بتقوم الإناث بطرد الذكور بل وتقطيع الأجنحة بتاعتها حتى لا تعود مرة أخرى جوه الخلية. ده نوع من انواع الايه زي ما بيسموه الكات اكسبنس بيوفروا شويه. لا وهم بالمناسبه هم كمان ليهم ليهم هدف ان الخلايا تتملي. بالظبط. ملو الخلايا نفسه بقى احنا بنشوف الخلايا بالشكل السداسي. طب الشكل السداسي ده جه منين؟ في بدايه الامر بتبتدي الشغالات بيعملوا الخليه في شكل مستدير انبوبي. طب حضرتك تخيل ان في 6 انابيب محطوطين جنب بعض فهتلاقي ان في فراغات ما بينهم. من كتر النشاط بتاع الشغالات جوه الخليه بيبتدي الشمع ده يسيح فيملى الفراغات فيظهر لحضرتك بالشكل السداسي اللي انت متخيله. هو بدايتها ما بتبقاش سداسيه الشكل يعني. طيب خلينا نرجع بقى نكمل محتوى الايات والدلائل بتاعتها. احنا وصلنا عند ان دلوقتي خلاص بطونها تمام يخرج من بطونها. فضل الموضوع ده هل يا ترى كلمه بطون دي هي جامعه عشان هم اكتر من نحله فبطون كل نحله ولا بطونها للنحله الواحده؟ الابحاث والدراسات التشريحيه للنحل وجد فعلا ان النحله الواحده عندها 3 بطون. بطونها هي بعيده عن النحله الواحده. النحله الواحده يعني. عندها 3 بطون وده اعجاز في حد ذاته. طبعا. طب ايه الثلاث بطون دول؟ اول بطن النحله بتستنشق بتمتص الرحيق بيبقى موجود في اول بطن. في صمام ما بين البطن الاولى والبطن الثانيه بينتقل الرحيق من البطن الاولى للبطن الثانيه عن طريق هذا الصمام ثم يخش فيه عمليات تكوين العسل. طب البطن الثالثة ايه دورها؟ في صمام ما بين البطن الثانية والبطن الثالثة. طب الصمام ده بيفتح عشان يعدي عدد قليل جدا من القطرات اللي هي كفيلة ان هي تدي للنحلة الطاقة بتاعتها اثناء عملية الطيران. وبيظل العسل في البطن الثانية. يعني زي البطن الثانية بتقوم بدورين، دور تخزين تمام ودور غذاء. بالظبط كده. بالظبط كده. اللي رجعت النحلة للخلية بتاعتها بشكل غريزي وبشكل إلهامي من ربنا سبحانه وتعالى بتبتدي إنها عن طريق تفرغ. بالظبط كده. البوصلة بتاعتها طبعا يعني بتبتدي تفرغ الإيه؟ العسل المحتوى اللي هو العسل التالي. وليس من أمعائها من وده أكبر دليل على إنها طاهرة 100%. العسل ده طاهر 100% لأن في ناس يقول لك إن ده مأخوذ من حشرة خلافه. لا لا لا. فبيبتدي العسل يفرغ في الخلية. طيب يبقى كده من بطونها. اللي بعد كده فيه شفاء للناس. وده الكور او الموضوع بتاع حلقتنا النهارده. موضوع الشفاء للناس. اولا الشفاء هي ليست معرفه بالالف واللام يعني ما تقالش فيه الشفاء للناس ولكن فيه شفاء للناس فعمليه مطلقه شويه. طيب وجد ان في عسل النحل 74 ماده علاجيه او يمكن استخدامها 74 ماده علاجيه في عسل النحل يمكن استخدامها في 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 شتى المجالات. زي كده لما بنجيب علبه دواء وتلاقي الدواء دي مكونه يوم 3-4 مواد كيماويه وبنخاف. انما دي فيها 74 ماده علاجيه طبيعيه. 74 ماده علاجيه طبيعيه. تمام. ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. دي نهايه الايات. يبقى احنا مرينا في ايتين باعجاز غير عادي. لما هنيجي نتكلم بعد كده على احنا قلنا فكره تكوين العسل والطرق بتاعته لو حبينا نتكلم بعد كده على انواع العسل بقى المختلفه. خلينا احنا دلوقتي اتكلمنا ازاي العسل بيتكون.
كويس خلاص كده في الخلايا وبقى مجمع فيها. وعرفنا ان الانثى او الشغاله فيها ثلاث بطون بالظبط كده صح كده. عايزين بقى نتكلم على انواع العسل. جميل. طيب خلينا نقول من حيث التنوع الموجود زي ما انا قلت في بدايه الايات كان واضح الجبلي ثم اللي بينبت عن طريق الخلايا الموجوده في الاشجار ثم اللي هو الارتفيشال او الصناعي او اليدوي اللي احنا بنعمل له خلايا وبنربي فيها النحل. طيب هنلاقي ان من الحاجات المهمه جدا ان احنا نبتدي نفرق بين انواع العسل لان جودته بتؤدي لي فوائد علاجيه وتغذيه عاليه. احنا في شقين هنا عايزين نفرق بين انواع العسل سواء كان جبلي او 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 سمار تمام او بساتين او يدوي، وعايزين نفرق بين العسل المغشوش والعسل الاصلي. طيب خلينا نقول اجود انواع العسل على الاطلاق ما يسمى بالعسل الجبلي اللي هو السدر الحضرمي. الحضرمي دي جايه من حضرموت ودي محافظه في اليمن. فافضل انواع العسل على الاطلاق هو العسل الجبلي الحضرمي او السدر الحضرمي. اعرف ازاي ان ده صح فعلا عسل جبلي؟ طيب انا هكمل لحضرتك لان هو طبعا بيبقى مكتوب عليه ولكن هو لونه بيبقى اغمق شويه من العسل التاني. لونه اغمق من العسل التاني. من العسل التاني. يبقى يعني درجه اللون تمييز درجه اللون هو لونه بيبقى غامق جدا. كويس. طب خرجنا من الجبلي ده في عندنا نوع تاني اللي هو الصحراوي اللي بيسمى العسل المر الحنون. طب ايه العسل المر الحنون دوت وليه سمي بهذا الاسم؟ العسل المر الحنون دوت بيبقى في مناطق صحراويه وبالنسبه لعندنا في مصر هو متوفر على الحدود ما بيننا وما بين ليبيا يعني. العسل الصحراوي او العسل المر الحنون دوت هو بيحتوي على كميه كبيره جدا من الكبريت وبالتالي بيبقى طعمه فيه مراره شويه. وسمي الحنون لان هو يستخدمه بعض مرضى السكر وهنيجي لموضوع السكر الموضوع ده في جدل كبير جدا يستخدمه ويتحسن حالته عليه لان وجد ان الكبريت دوت يعني نتكلم جزئيه علميه شويه ان الكبريت دوت ان زي ما حضرتك عارف بالنسبه للانسولين فهو عباره عن تو سي بيبتايد يعني فعشان الرابط ما بينهم بيبقى كبريت بيبقى قليل وبالتالي الانسولين ما بيبقاش فعال فكثر التغذيه على حاجه تحتوي على ماده الكبريت بيقوي من عمل الانسولين يعني ودي حاجه يعني فيها تفصيله يعني. لو جينا نتكلم على بعد كده انواع العسل النحل المتوفره هتلاقي ان في عسل النحل اللي هو على الازهار زي زهره البرسيم وده متوفر في مصر بشكل كبير. خلينا نقول برضه عشان من الساده المشاهدين ما يتلخبطوش معانا احنا بنتكلم على العسل الجبلي ويجي تحتيه العسل الصحراوي. لا من حيث الاهميه هنتكلم من حيث الاهميه الفوائد الغذائيه انا هكلم حضرتك عليها. تمام. احنا دلوقتي هنروح بقى على العسل اللي هو في الزهور او البساتين. بالظبط كده في ده في مصر منتشر جدا اللي هو على زهره البرسيم او دوار الشمس او القطن وده منتشر وده اللي موجود ده بيبقى لونه افتح شويه بيميل احيانا لما يسمى بالامبريلو او الاصفر العنبري او اللون الفاتح او اللون الذهبي في بعض الاحيان. طب حضرتك سالت سؤال مهم طب انا دلوقتي هعرف العسل ده مغشوش ولا اصلي وده بيتبادر الذهن مع لا معلش طب والعسل اليدوي هيبقى بالتاكيد هيبقى افتح. لا هو بص حضرتك هو اليدوي ده غالبا بيبقى في المناطق اللي بتتغذى على المحاصيل الزراعيه اللي حواليها يعني يعني من اهم الحاجات برضو عندنا هنا في مصر اللي هو بيتغذى على الموالح. طبعا وده زي البرتقال والاستفندي والليمون فده في نهايه الامر بيديك عسل غني جدا بالاسكوربيك اسيد او بفيتامين سي. وده في منتهى الاهميه لرفع المناعه وفيتامين سي ليه يعني كثير من الفوائد يعني. العسل بقى المغشوش ولا العسل المغشوش ولا العسل الاصلي؟ طبعا هو الموضوع يعني الناس المتمرسه قوي بتقدر عن طريق التذوق انها بتفرق يعني انها يعني العسل لما ياخد نقطه عسل على لسانه لو انتشر بشكل جرادولي فدي بتبقى غالبا عسل سليم يعني مفيش فيها مشكله بشكل تدريجي بشكل على تدريجي. على اللسان. طيب انا مش متعود على طعم العسل ومش قادر افرق قوي ما بين ده وده هعمل ايه؟ هم في اختبارات بسيطه جدا ممكن كوبايه ميه وعليها قطرتين عسل. لو العسل ده استقر في نهايه كوبايه الميه في القاع في القاع بشكله كده كانه قطره بدون ما ينتشر يبقى ده مش مخلوط بالميه ولا بالسكر يبقى ده عسل حي يبقى عسل ده مظبوط. طيب بجيب نص كوبايه ميه وبحط قطرتين عسل لو نزلت في القاع بدون اي تغيير فيها يبقى ده عسل حي بالظبط كده. الطريقه الثانيه عسل اصلي عسل اصلي. الطريقه الثانيه ان منديل ورق عادي خالص يتحط عليه نقطه عسل لو نقطه العسل فضلت محافظه على قوامها دون ان تنتشر وما تحسش ان المنديل تشرب ميه فبالتالي هو اصلي. تمام هي. طيب في طريقه ثالثه بس ده طبعا بعد ما اكون اشتريته فانا وهو يعني الطريقه دي بتبقى في البيت بقى يعني انا لما بحفظه بدرجه حراره في الفريزر يعني لو تجمد بشكل كبير يبقى ده عسل مغشوش. لو تجمد بشكل كبير بقى ده عسل مغشوش اكيد في نسبه ميه وفي نسبه سكر اعتقد بيتكون طبقه سكر فيه. ما بقول لحضرتك هو الاختبار الاسهل اللي هو ان انت نقطه على كوبايه ميه انتهى الموضوع هتبتدي تفرق ما بينهم.
هي. طيب دي طرق بسيطه، في بعض الطرق التانية بقى بس دي طبعا مش عايزين ندخل الساده المشاهدين فيها، انما ده الاسهل يعني. خلينا في الاسهل. كان زمان بيستخدموا قلم الكوبيا، واذا كتب او ما كتبش هو دلوقتي مش قلم كوبيا، استخدم بالظبط كده. فخلينا نستمر في خلاص احنا دلوقتي عرفنا نفرق ما بين العسل الاصلي والعسل المشوش. والعسل المشوش عايز ارجع، خلاص احنا خلاص تمام اشترينا العسل الاصلي، نعرف بقى القيمه الغذائيه للعسل. طب العسل بيحتوي على نسبه كبيره جدا من السكريات والكربوهيدرات. تمام. طب السكريات الموجوده فيه هل يا ترى هي سكريات ضاره ولا سكريات مفيده؟ السكر الموجود في العسل هو معظمه مونوساكرايد او سكر احادي. سكر احادي. تمام. السكر الاحادي دوت اللي هو الجلوكوز والفركتوز، اللي هم في اربع انواع من السكر الاحادي: جلوكوز، فركتوز، حاجه اسمها مانوز، وجلاكتوز. تمام. المتوفر بنسبه كبيره جدا تصل ل 80% من مكونات العسل هي الجلوكوز والفركتوز. تمام. ودول لهم اهميه غذائيه كبيره. طيب بيحتوي ايضا على فيتامين بي كومبلكس بكل انواعه تقريبا، يعني 1 و2 و12 يعني كل انواع الفيتامين بي كومبلكس موجوده فيها. فيتامين بي طبعا احنا اتكلمنا عليه قبل كده من الحاجات المفيده جدا بالنسبه للجسم. طبعا بيحتوي على الفيتامين سي، وبيكون بتركيز عالي جدا في العسل اللي هو بيتغذى على زهر الموالح، فبتبقى نسبه الاسكوربيك اسيد عاليه جدا ونسبه الفيتامين سي عاليه جدا. تمام. طب هنيجي نبص على هل يا ترى بيحتوي على معادن واملاح؟ بيحتوي على معادن واملاح، اهمها الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم. طبعا ودول مهمين جدا. في بعض الاحيان بيبقى فيه تريسز او بيبقى فيه كميات ضئيله جدا من الكالسيوم. واليود احيانا بيبقى متواجد في بعض الخلايا او بعض العسل في خلايا معموله في الجبال، فبيحتوي على اليود. كل العناصر دي العناصر الطبيعيه الموجوده في الارض يعني. تمام. طيب ده بالنسبه للمعادن المهمه. طيب هنيجي في حاجه ثانيه، في حاجات مهمه جدا وهي متسمى بالخمائر او الانزيمز المهمه زي الاميليز، وده بيساعد في عمليه الهضم وده بيسهل عمليه الهضم للناس اللي بتعاني من امساك او مشاكل في جهاز الهضم. طيب خرجنا من الخمائر والسكريات والمعادن الفيتامينز والمعادن، هنبتدي نبص على ان العسل يعني كتركيبه بهذا الشكل ونسبه السكريات العاليه فيه دي بيظل محافظ على كفاءته لما يقرب من سنتين لو اتحط في بشكل مغلق، يعني تم غلقه بشكل كويس. طب نستفيد من دي ايه؟ يعني كده بتاعت على فوائد العسل؟ لا دي من ضمن القيمه الغذائيه بتاعته. طيب. هو انت بتاخد حاجه نقيه خاليه من الميكروبات او احتماليه نمو الميكروبات عليها. فاحنا هيبقى عندنا العسل نوعين، عسل خام وعسل مبسطر. طب العسل الخام، ده بيتميز بايه العسل الخام؟ لا تاني، عندنا نوعين من العسل ايه وايه؟ العسل الخام والمبسطر. عسل خام والمبسطر. تمام. العسل الخام هو فيه ميزه ان هو يعني ما بيتمش تسخينه، فهو محتفظ على كل الكونتنت او كل المكونات بتاعته بشكل كامل. طيب العسل المبسطر بيتم تسخينه لعده اغراض، من ضمنها ان هم يشيلوا بعض المينرالز منه او بعض المعادن او بعض استخراج بعض المواد الفعاله، وبيتم العمل على يعني فصلها، وبالتالي احنا بنفضل دايما العسل الخام عن العسل عن العسل المبسطر. ده في منتهى الاهميه. تمام. طب هنيجي للجزئيه الثانيه الخاصه ب احنا اتكلمنا دلوقتي على القيمه الغذائيه وعلى العسل الخام ومكوناته وفوائده. طيب هنبتدي نبص ان القيمه مش بس غذائيه، ان بيعطي سعرات حراريه عاليه وبيساعد على النمو، وخاصه بالنسبه للاطفال فوق السنه، فده من الحاجات المهمه جدا. طيب هنيجي نتكلم على الناس اللي بتستخدم العسل لزياده الوزن. خلينا بما ان احنا بنتكلم عن زياده العسل وزياده الوزن، خلينا دلوقتي احنا هناخد العسل بقى بحكم البرنامج بتاعنا اسمه صحتك ثروتك، هنتكلم على الفوائد الطبيه للعسل. جميل. تمام. واحنا بالظبط احنا انا اصلا من الحلقه دي اطلع بكل ما يخص العسل. احنا بالظبط قدامنا 13 دقيقه وعايزين بقى احنا انا بعتبر ان كل ده مقدمه عن العسل. دلوقتي هنخش بقى في برنامجنا احنا صحتك ثروتك، هنتكلم على الفوائد الطبيه للعسل. تمام. ابتدينا بالناحيه زياده الوزن، فطبعا هو بيخش كعنصر اساسي بالنسبه للاكل والوجبات اللي عايزين يزودوا وزنهم، ده من الحاجات اللي بتساعد بشكل كبير. يعني السؤال يعني الناس اللي عايزه تزود وزنها، عندها نحافه وعايزه تزود وزنها، ممكن تعتمد على العسل بشكل كويس. بس هو في بعض دكاتره الدايت يقول لك ان انت بتستبدل السكر بالعسل. لا ما انا جاي لحضرتك، اصل هو موضوع الدايت وموضوع الدايبيتيك بيشنت او مرضى السكر دي قصه هنفردها. انا بتكلم على الشخص الطبيعي. الشخص الطبيعي لو عايز يزود وزنه بيدخل العسل في كل في الوجبات، في الفطار او في العشاء. يعني يبدله بالسكر ولا دي لا دي قصه ثانيه. اصل هو تبديل السكر ده متعلق بمرضى السكر ودي هنتكلم فيها. تمام. انا بتكلم دلوقتي واحد عايز يعني يزود وزنه، او ام عايزه ابنها ان هو زي ما بيقولوا يعني ممكن ياخد معلقه عسل الصبح ولا معلقه عسل ده في منتهى الاهميه. طيب هنتكلم بقى على دلوقتي العسل، هنخش بقى في الفوائد العلاجيه. تمام. طيب احنا عندنا
من ضمن الفوائد العلاجيه ان احنا لو اتكلمنا العسل بالنسبه لمرضى الجهاز الهضمي. تمام. هلاقي الجهاز الهضمي العسل بيعمل كماده مبطنه للجهاز الهضمي. احنا دلوقتي هنبتدي فوائد العسل الطبيعي. هنبتدي اول حاجه في الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي. تمام. تمام. بيساعد على تبطين الجهاز الهضمي. مش عايز اقول لك انا جات لي كميه رسائل على الواتساب. تمام. بس يعني هي ده التفاعل. هو العسل زي ما قلت لك حاجه مهمه جدا. تمام. فاحنا لو اتكلمنا على الجهاز الهضمي فهو ماده مبطنه للجهاز الهضمي، فبتساعد في على التئام القرح وقرح المعده والاثني عشر، وفي دي من الحاجات المهمه جدا، بالاضافه ان هو زي ما قلنا في انزيمز او في خمائر فبتساعد على الامتصاص بشكل كبير وعلى تكسير الكربوهيدرات او الدهون الموجوده، وبالتالي بتساعد في عمليه الهضم وبالتالي بتساعد في عمليه الاخراج، فيعتبر من ضمن الحاجات الملينات الطبيعيه اللي ما فيش فيها مشاكل. طب وعلاقته بعصر الهضم؟ ما انا بقول لحضرتك هي الخمائر الموجوده فيه زي الاميليز زي ما انا ذكرت او الانزيمز دي بتسهل في عمليه هضم النشويات وبالتالي بتقلل من وصف الهضم. ماشي، خلينا برضه اقول يعني عشان بس احنا زي ما انت اتفقنا العسل ما له وما عليه. تمام. في ناس بيقول لك انا لما باكل العسل او بشرب العسل بيجي لي زي حرقان. طيب خلينا احنا ما زلنا بنتكلم في الاشخاص الطبيعيين. تمام. موضوع ان العسل بيسبب حموضه او بيسبب نوع من انواع الالام في جدار المعده او جوده العسل هي بتفرق في حاله زي كده. لا لان عايز اقول لحضرتك على حاجه، احنا عندنا يعني في حاجه اسمها الرفلكس او الجرد او الارتجاع المريء، ده بيبقى سبب التهابات حاده في 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 المريء، فمن احد طرق العلاج ان هو بياخد عسل. فالموضوع بيعتمد على جوده العسل، لو يعني موضوع الهايبر اسيديتي او الحرقان او الكلام ده كله ده بيعتمد على جوده العسل. لا خليني كمان اضيف حاجه لحضرتك. النهارده انت خليك انت برضو انت طبيب نفسك، لو انت بتاخد العسل على الريق وبيعمل لك حرقان حاول تاخده بعد الاكل وجرب، يعني في الاخر العب بالعسل. خدته الصبح وعمل لك قلق قبل الفطار، قبل الفطار خليه بعد الفطار، عمل لك قلق خليه الظهريه، انصحك خدته بالليل وعمل لك قلق ما تاخدش بالليل، في الاخر شوف الوقت المناسب لاخدان العسل. طيب خلينا نتكلم، يعني احنا خلصنا الجهاز الهضمي، خلينا نخش بقى على الحالات العلاجيه اللي فيها لغط كبير، يعني يجي مرضى السكر. مرض السكر زي ما احنا عارفين بيتاثر بزياده الجلوكوز في الدم بيعلى، فبالتالي نسبه السكر بيعلى، فبالتالي نخش في المشاكل بقى المايكرو والماكرو زي ما بيسموها اللي هي الكومبليكيشنز بتاعت مرض السكر، او بنخش بقى في عواقب مرض السكر السيئه يعني. فهنلاقي ان في ناس بتنصح باستخدام العسل مع مرضى السكر، وناس تانية تقول لك ما بتنصحش لان علميا ده بيرفع الجلوكوز وبيعمل مشكله فبيزود السكر. طب احنا فين في الموضوع ده؟ طيب خلينا نتكلم على ان احنا عندنا نوعين من السكر، في تايب 1 وتايب 2، النوع الاول والنوع الثاني. تمام. النوع الاول ده اللي هو بيعتمد على الانسولين بنسبه 100%، والنوع الثاني اللي هو بياخد الاقراص. طيب النوع الاول ده بيبقى غالبا في الاطفال والمرضى اللي هم خلاص موضوع الاقراص وقف عندهم، فبالتالي خلاص معتمد على الانسولين بنسبه 100%. احنا قلنا من شويه ان في اللي هو العسل الصحراوي او المر الحنون ده، وده مناسب قوي عشان موضوع الكبريت اللي احنا شرحناه. تمام. طب لو حبينا نتكلم على ان مريض السكر ممكن يستفيد بالعسل ازاي؟ سواء تايب 1 او تايب 2. اول حاجه ان احنا قلنا ان ده سكر احادي، فالسكر الاحادي اللي هو الجلوكوز او الفركتوز مهم جدا لاعطاء الطاقه، يعني الجلوكوز حاجه اسمها جلوكوز 1 6 فوسفيت بيتحول، دي معلومه طبيه لسائر الاطباء، لفركتوز 1 6 فوسفيت، وبالتالي بيخش في عمليات ايض مختلفه فبيتحول لما يسمى بالاي تي بي او الادنوزين تراي فوسفيت، او بيخش بيدي الطاقه للجسم. تمام. ده مع المرضى التايب 1 او النوع الاول مع عمليه تحول من جلوكوز لفركتوز مش الانزيمز بتقف فما بتتمش، فبالتالي لما اديله عسل فانا بديه بنسبه فركتوز جاهزه فبيدي طاقه للجسم. تمام. طيب يبقى ده النوع الاول بيستفيد بالعسل بهذا الشكل اللي هو بياخد انسولين. اللي هو بياخد انسولين. طيب اديله قد ايه؟ اديله يعني في التقييم طبعا هي معلقه يوميا على مدار يوم، يعني تمام. عايز تتجزأ على مدار اليوم تتجزأ تستخدم الصبح. طب بالنسبه للتايب 2 او النوع الثاني يفضل استخدام العسل في عمليه تحليه، ان انا بدل ما الجا للبدائل اللي هي اللي ممكن يبقى لها اثار جانبيه مواد الاسبرتام وخلافه، لا انا عندي دلوقتي العسل ممكن استخدمه في تحليه المشروبات او في الاكل بحرص، وكل حاله غير الثانيه عشان ما نعممش عشان ما حدش يدخل الموضوع. تمام. فكل حاله غير الثانيه، الموضوع فيه individual variations او فيه اختلاف ما بين كل مريض غير الثاني. يعني ممكن فلازم واحد طبيب ياخد السكر معالج العسل يظبط له السكر، واحد ثاني يعلي له السكر بالظبط كده، فلازم طبيب معالج. تمام. دي في منتهى الاهميه. تمام. طب هنيجي لمرض ثاني مهم جدا وهو مرض الضغط. خليني بس قبل ما انا جالي دلوقتي سؤال على الواتساب. الحروق. الحروق. طيب هو الحروق طبعا استخدام الحروق والتجميل، هو حتى كاتب كده علاقه عسل النحل بالحروق والتجميل. طيب الحروق والتجميل هو في مستحضرات كتير جدا موجوده في السوق بتعتمد على حاجه تسمى البيس واكس او اللي هو شمع العسل، وده ليه اهميه غذائيه كبيره وليه اهميه في المساعده على الهيلينج والتئام الجرح.
تمام. بالاضافه ان هو بيعمل طبقه بتغني عن يعني بتعمل اللي هي الموجوده دي بتغني عن بعض استخدامات بعض الكريمات، فبالتالي بتمنع من دخول البكتيريا والمايكرو اورجانيزم للجرح. يعني الجرح احط عليه للوهله الاولى لو ما عنديش في البيت غير عسل احط عليه عسل. بس هو طبعا لازم يفضل ان هو يكون في شكل صيدلاني، ما اخدش العسل اللي هو انا باكله ده ومحطه على الجرح طبعا. لانه وارد قوي، وارد ان هو يكون بيحتوي على بعض احيانا على بعض الكونتامينيشن من حاجه اسمها الكولستيريديوم. الكولستيريديوم ده يعني قد يسبب تلوث كبير للجرح لا قدر الله لو هو ملوث. لا معلش، يعني ايه عسل صيدلاني؟ لا في حضرتك مركبات موجوده في السوق في صوره كريمات معتمده على الاساس بتاعها في التركيب على البيسوكس على شمع العسل. دول اللي انا اجيبهم. دول اللي انا اقدر استخدمهم الموضوعين يعني. بالنسبه للجلد طبعا في هو كمرطب طبيعي طبعا من حاجات كويسه جدا، بيساعد على ازاله الهالات السوداء، بيساعد على ازاله الكلف والنمش. ودي بتبقى طبعا في تركيبات بيعملها الساده الصيادله في صيدلياتهم او بتبقى داخله برضه في منتجات كثيره متوفره دلوقتي بتحتوي على العسل. تمام. فبالنسبه للتجميل نرجع بقى تاني للامراض المهمه. الكوليسترول. خلينا في الضغط الاول وبعد كده نروح للكوليسترول. احنا قلنا ان هو بيحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم ودول مهمين جدا في عمليه طرد الصوديوم من الجسم، وبالتالي بيقلل الصوديوم في الجسم وبالتالي الضغط هيتظبط. فده بالنسبه للضغط العالي فالعسل مناسب جدا بالنسبه لهم، هو بيقلل لهم الضغط. هايل. طب الضغط المنخفض نظرا لاحتوائه على السكر الاحادي ونظرا لاحتوائه على المينرالز والمعادن بيرجع يظبط له السكر، فاحنا هنسميه نورمو تنسف او ان هو بيوصل الضغط للمعدلات الطبيعيه سواء كان قليل او عالي. بالظبط كده. هايل. كويس. فده بالنسبه لمرضى الضغط. بان احنا اتكلمنا على سكر وضغط يبقى بالتاكيد الوجه الثالث ليهم هو الكوليسترول. بالظبط. الكوليسترول طبعا في نوعين، هو الكوليسترول الحميد والكوليسترول الضار يعني. فهو بيزود ال HDL او الكوليسترول الحميد وبيقلل الكوليسترول الضار. فده باختصار بدراسات متعدده جدا موجوده في هذا المجال. بص حضرتك كنت لسه هكلمك على الدراسات. كويس. هل الحاجات اللي احنا بنقولها دي فيها دراسات اتعملت عليها؟ طيب العسل طبعا واخد يعني فكر وعقول المهتمين بالتغذيه والتغذيه العلاجيه من سنوات طويله جدا على مستوى العالم في مراكز بحثيه وتحديدا في المانيا. الالمان اهتموا جدا بالموضوع ده. تمام. ففي كتير جدا من الابحاث وكتير جدا من الاوراق العلميه اللي اتنشرت في مجلات كبيره جدا اللي بناء عليها احنا بنقول الكلام دلوقتي. يعني لما اتكلمنا على شمع العسل وفوائده الغذائيه او شمع العسل في علاج الجروح والقرح وتحديدا يمكن يعني من ضمن الابحاث اللي اتعملت على ما يسمى بالدايبيتك فوت او اللي هو القدم السكري. القدم السكري عند مرضى السكر بتناقش فيه مشكله كبيره في علاج، ووجد ان العسل ليه نتائج هايله في هذا المجال. الابحاث ما بتتوقفش. تمام. نرجع تاني لموضوع الضغط. نرجع للضغط. احنا قلنا دلوقتي ان هو موضوع البوتاسيوم والمغنيسيوم ورجعنا لموضوع الكوليسترول، فبالتالي هيقلل من تصلب الشرايين وبالتالي هيساعد من تقليل فرصه الاصابه لا قدر الله بالجلطات او ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير. تمام. بص جالي السؤال على الواتساب، الاطفال عسل النحل والاطفال. طيب دي مهمه بقى يا دكتور علاء، دي مهمه جدا لان احنا عندنا مشكله كبيره في الموضوع ده. تحديدا قولا واحدا ما فيهوش اي نقاش ولا فيهوش اي جدال علمي، لا يجوز اعطاء العسل لاقل من سن سنه. لا يجوز اعطاء عسل النحل لاقل من سن سنه. ليه بقى؟ بص يا فندم، اللي احنا زي ما قلنا العسل الخام واحنا بس قدامنا 3 دقايق. انا نقطه في منتهى يعني الأمنية. انا هاكد لحضرتك ليه انا بقول كده. العسل الخام قد يكون ملوث ب نوع من انواع البكتيريا اللي هي ما تسمى بالكوليستيريديوم، ودي بتسمى بالبيتيوليزم او الانفانت بيتيوليزم. اللي هو ايه بقى؟ اللي هو التسمم للاطفال عن طريق العسل. طيب لو الطفل خد العسل وهو مش نقي او ملوث ودخل معدته، طبعا احنا ككبار عندنا مناعه عاليه وعندنا حاجه تسمى البكتيريا الفلورا او البكتيريا الطبيعيه الموجوده اللي بتدافع عن جسم الانسان. تمام. خط الدفاع الاول، فدي مش ناميه بشكل كويس عند الطفل. تمام. طبعا فقد يتسبب في بعض الحالات لا قدر الله للسادن ديث او لوفاه الطفل. انا بقول الكلام ده للامهات وبوجه بشكل كبير جدا، من فضلكم يا جماعه محدش يستخدم العسل اقل من سن سنه. بعض المستحضرات موجوده في السوق تحتوي على قمح وعسل وخلافه، دي منقاه بشكل كويس جدا وبتكون داخل تركيبات بودر بيتم عمل عليها مايكروبيولوجي ودراسات ميكروبيه عشان نطمئن انها نقيه وسليمه. انما اخد عسل كده اديه لطفل ده مجازفه كبيره جدا في منتهى الخطوره. اللي هو اقل من سنه. اقل من سنه. بعد من سنه اعتقد مفيش مشكله. تدريجيا بقى بندخله في التحليه، بندخله في الاكل، مفيش عندنا اي مشكله، بنحطه على الزبادي، يعني في حاجات كتير جدا. مش انا قلت لك الحلقه زي العسل؟ انا عايز بس اقول حاجه في اخر الحلقه النهارده بتاعتنا. احنا 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 البشر نوعين، في ناس اصحاء وفي ناس عندها مرض. الناس السليمه العسل يبقى روتين في حياتها، مفيش اي مشكله خالص، وممكن تستبدل السكر العادي بالعسل. وخلي بالك هي عادات. خلي بالك انت النهارده لو رحت اي فندق في اي حته على مستوى العالم هتلاقي
العسل شيء اساسي موجود في الفطار، يبقى بالتاكيد هو بيتكلم على حاجه ليها فايده قويه جدا. الناس بقى اللي هم بيشتكوا من بعض الامراض، خليك انت طبيب نفسك، ترجع للدكتور بتاعك، ولكن تاخد العسل وشوف انت رايح فين وجاي منين. والله الامور عندك ماشيه كويس، يبقى خلي العسل من ضمن الروتين اليومي بتاعك. والله العسل عمل لك مشكله، حاول تغير في مواعيد اخذ العسل زي ما اتكلمنا على عسر الهضم. طيب ارجع للطبيب بتاعك. في الاخر احنا نفسنا نوصل للعسل، يبقى كلنا بنستخدم العسل بالطريقه الصح، عشان اعتقد العسل ذكر في القران وبالتاكيد يعني ليه فوائد كتير قوي. خليني في نهايه حلقتنا النهارده اشكر دكتور هاني فرج المستشار الطبي الاقتصادي للبرنامج، وعايز اشكرك على كميه المعلومات. شكرا يا فندم. ونداء النهارده احنا الحلقه دي حلقه دوكيومنتيشن، يعني حلقه موثقه. النهارده لو اي حد بيشتغل في مجال العسل عايز يطلع معانا ويتكلم على ازاي يوضح للمواطن العسل ده حقيقي ولا مغشوش وانواع العسل، احنا تحت امر حضراتكم، لان في الهدف في الاول في الاخر البرنامج بتاعنا هو برنامج توعوي صحي طبي ثقافي اقتصادي، عشان هو اسمه صحتك ثروتك. اشكركم، وان شاء الله معادنا الاسبوع الجاي قبل ساعه من دلوقتي واحدى حلقات برنامجكم صحتك ثروتك. اشوفكم على خير، باي باي.